ونشوف بقى الاختيارات ان شاء الله هيبقوا شاطرين لان هم شاطرين لغايه دلوقتي جدا جدا في الاجابه على الاسئله. افكركم ان انتوا عندكم وسائل المساعده. اختار ما بين الاقواس. الاسره دي الشخصيه الخياليه الكرتونيه بينوكيو كانت مصنوعه من ايه؟ حديد، خشب، قطن. خشب. انتوا بتجاوبوا ليه؟ انتوا بتجاوبوا ليه؟ هما اللي عليهم الدور. اديكوا جاوبتوا لهم. برافو. من الخشب طبعا. ايوه ما احنا كلنا بنتفرج على بينوكيو. ماشي. شخصيه من هما شخصيه من فيلم ديزني بتروح لبلاد فيها حاجات عجيبه كتير. اسم الشخصيه دي اليس بيلا جاسمين. في بلاد العجائب. أليس في بلاد العجائب. أليس أنا اتفرجت على المسرحية بتاعتها. أيوه طبعًا. برافو. ماشي. هنا في الساعة اللي فيها العقارب، العقرب الطويل بيشير إلى الدقائق، الساعات، الأيام. الدقايق. أكيد الدقايق يعني. برافو. ماشي. السؤال هنا، تشرق الشمس من الشرق، الغرب، الشمال. تشرق الشمس من الشرق ولا الشمال ولا الغرب؟ أنتوا بتفكروا بجد؟ الغرب. يا ابني بتشرق. الشرق. بتشرق منين؟ الشرق. مش شرق طبعا. يا ابني بتشرق منين؟ مش شرق. ماشي. هنا الثلج هو الحالة الصلبة ولا السائلة ولا الغازية للماء؟ صلبة. ماما فاكرة انت تفتكري ان احنا كلنا مش سامعينك؟ يا ماما ده انت في التلفزيون يا ماما ولابسة مايك، يعني احنا كلنا سمعناكي وانت بتقولي لهم، كلنا كل الاسر المصرية. يلا الحمد لله كنتوا استعنتوا. طيب يعني كان هيبقى منظركم احسن شوية. ماشي. هنا لما بتمشي الحرباء، الحرباية، ما بتمشي الحرباء على الرمال بتتحول للون الازرق، الاصفر، الاخضر. الرمال؟ اه رمال لونها ايه؟ برافو. سهلة أوي. أنا لسه هقعد ولا سهلة أوي طبعًا، سهلة جدًا. طيب واضح جدًا 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 إن هما شاطرين، واضح كمان إن هما فاقوا أوي بالمعلومات العامة دي. تعالوا بقى على طول نشوف الأسرتين اللي معانا هيعملوا إيه في التوازن.